هاي 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 عباس يوم المعركة خللت فرمي احتاره الموت من عند رجل لازم نبدلك داره عباس هذا من البطل سلجات جنة من نزل عباس هذا من البطل سلجات جنة من نزل المعركة واصوات ظلت توتيلي اتناشدتك فيها الكفر معقول ردت لي انا علي عباس طبل المعركة واصوات ظلت توتيلي اتناشدتك فيها الكفر معقول ردت لي انا علي لازم السيف بيمنته كرار جنب ضربته لازم السيف بيمنته كرار جنب ضربته خلى الكفر ميحتاره علما إن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة أسد العراق الإسلامية إدارة الإنتاج مهدي الفريدي. آلاف كانت عن نهر يوم القصد المشرعه ألقاه خلاها الجثث والرؤوس كلها مقطعة آلاف كانت عن نهر يوم القصد المشرعة علقاء خلاها الجثث والرؤوس كلها مقطعة مثل الأسد صال وزهر بعد وشلع بيد النهر مثل الأسد صال وزهر بعد وشلع بيد النهر خلى الكفر خلى الكفر محتارة تشهد عليها طفوفة بالطف وصل إيه الكرم ضحى الكمر بجفوفة عباس نبراس الكرم تشهد عليها طفوفة بالطف وصل إيه الكرم ضحى القمر بجفوفة ينبوع وينب عوفة ذكر الجرح طاب وشفة ينبوع وينب عوفة ذكر الجرح طاب وشفة خلى الكفر ميحتارة طاحت على عيون وظليت ترف الرايه عباس بن حيدر علي حير عداه بغايه تشوف طاحت على الارض وظلت ترف الرايه عباس بن حيدر علي حير عداه بغايه تشوف طاحت على الارض ظلت ترف الرايه شرب ودم نيزف للموت سيفه ما وقف غيره وشرب ودم نيزف خلى الكفر خلى الكفر خلى الكفر ميحتاره عباس بركان البدر لما ندخل الحومة ما
مرعوبة خل أهل كفور وجيوشهم مهزومة عباس بركان انفجر لما اندخل ليل حومة مرعوبة خل أهل كفور وجيوشهم مهزومة ذكرهم بفارس بدر للموت ما عاف الخدر ذكرهم بفارس بدر للموت ما عاف الخدر خل الكفر خل الكفر محتارة كان على الهندسة الصوتية حسين الزهيري عباس ماذا ابن البطل تلتعاد جنة من نزل خل الكفر